انه مبشر، بس انا دايما بسال السؤال المهم. هو احنا شفنا له حالات، وعمر دايما واحنا متعودين برضه عشان حضرتك وعارفين احنا بنجيب الحالات المتكرره مش الحالات الفرديه، يعني مش حاله فرديه حصلت لا 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 من لا مره، فدي حالات نمط متكرره، فده نمط، فده اسلوب، فدي طريقه، دي طريقته يعني، فده تقدر تفهم منه هو بيعمل ايه. هو السؤال دايما اللي بيبقى بالنسبه لي مهم بالنسبه لناس كتير كمان، هو كيف سيستغل الاهلي او كولر تحديدا هذا الرجل وينجح في توظيفه؟ لان مساله التوظيف واختيار التوقيت والدفع بيه، الحاجات اللي بتقول عليها دي مهمه جدا جدا، واحيانا تنجح لعيب واحيانا تفشل لعيب. هو كويس يعني زي ما قلت لك، هي النقطه كلها توظيف، بتكلم على التوظيف، التوظيف بتاعه، هل هيبقى عنده التوظيف بنفس الشكل؟ هل الاهلي هيلعب بنفس الاسطمبه ديت، الملعب المفتوح بمعنى اصح، وان هو بيضم جوه كمهاجم احيانا، او بمعنى اصح بياخد الكره ويروح لجوه، الفكره بتاعت القطعه اللي جوه، الستايل اللي شويه فيه خطوره بن شرقي، ما اعرفش اذا كان الوصف صحيح ولا لا. لا صحيح طبعا، هي النقطة دايما أكيد لما هم بيشوفوا لعيب بإمكانيات زي ده، إدارة الأهلي أو إدارة التعاقدات عموما، أنت بتبقى عندك الرهان شوية على المهارة. بمعنى هو أنت شايف دلوقتي في أغلب الحالات اللي جابها عمر شوية ربما في مساحات واسعة في الدوري الياباني أكتر بكتير من اللي هيقابله مع الأهلي في الدوري المصري. بتبقى الرهان دايما على الحتة المهارية اللي احنا اتكلمنا عليها. إن الراجل أولا، هو النقطة اللي عند كل 99% من اللعيبة البرازيليين عندهم ثقة جدا في إمكانياتهم وثقة في نفسهم، فلعيب عنده شخصية دايما في فكرة إن هو مش هيخاف، مش هيتخض من أي حاجة. هي النقطة كلها إن أنت تعرف توفر له إقحامه زي ما أنت قلت، الظروف اللي تهيأ له إقحامه بشكل جيد تخليه يقدم نفسه بشكل جيد عموما للجمهور، عشان يحصل الصبر دي، حتة الرصيد دايما اللي بنتكلم عليها لأي حد جديد جاي الأهلي أو الزمالك، بتبقى دايما واقف شوية على حتة الرصيد، هو بيبتدي يبني ماشي. فماتش مع التاني مع التالت لو ما أثبتش نفسه شوية بقى يبتدي الأمور تخش مرحلة الشك. فكولر هو النقطة، الميزة كمان سواء في برونو سافيو أو مع مارسينيو لو جه فعلا الأهلي، إن أنت معاك مدرب خبرة، مدرب عارف كويس قوي، بيعرف يتعامل مع هذه النوعيه من كل اللعيبه، اللعيب اللي عارف ان اللعيب ده جاي في ظروف معينه، بلعيب برازيلي عارف ان هو، واعتقد ان هو بقى له فتره مع الاهلي فشويه ابتدى يبص على الاجواء، فهتبقى النقطه هتحكم شويه في المدرب الخبره. الخبره هتبقى في ايه؟ في قرار الدفع بيه، في قرار الدفع في توظيف مركزه، لو هيلعب جناح شمال مثلا فهيوفر له شويه نوع من انواع الدعم من اللعيب نص الملعب رقم 8، من الباك الشمال علي معلول كمان. هيبقى خليني اسال شادي حسين موقفه ايه؟ انا ده اللي جاي لك فيه، عشان قبل ما اخش على الزمالك انا كان عندي شادي حسين.